في احدث كليباتي انتاج اداره شؤون معنويه اوبريت لمصر في اكتر من 15 مطرب. اول شوت اللي صوره كنت كليب في مصر انتاج اداره شؤون معنويه جوه الطياره. انا اول مره في حياتي اصور من الطياره وخايف جدا، خايف على الكاميرا جدا وخايف على مينا جدا. حبيبي يلا باي باي.
We'll be right back.
We'll be right back.